أو قص وحلسك يديبتي سو قبل الزبلو حجيبتي حين واحد جرى مشان أنا قص ومحتوه جين والله يا نا يجي نصور وصود حديق أنا عصرت جو إني لزبطان سرت كسواروريان حصل وجيان حضرتك لأنه حوي وحيلا بنا جرى وذكر أو نك كروا حوا كذا شيء وقصنا كجفاء كسران وحنا ذوق كان عصوا كلية هاي حليز محلق يا وني في مين بو حسن قابل دقاد الصغير وي مصر هدان نقطة مركا مصر الحمد هذا ماركا يسمع عليه صلاجمة مارمكر مصر يتوبي الله وضبه صوماليدو أجنبي أردن تيكم مارنتو إس كده صو معنيه ضل كده محرر يسنكرتو دولة أمر دي سنكرتو استولد هذا إلهي تيسي ما آخر ما هي صومالي واقلت لون طالت صومالي واقلت تي تي الله مشي يجناني حسن وحسي أفوف وكالفوغانشيس في ديريا وهي ولي بدأ أن سجاشن يكون يحكدن بي إلا مانتا وقول أي صومالي فدي ستي إلا غشيري إلا سكو على الفرطي إلا سكو فاك فاكتي ونو بوحو الليهي وحو اللغة الليهي وحو اللغة لوكو كلا بحملا وانا لخاذي وحانو لقي عرتو وانا لخاذي وحانو لقي يوغاند وانا لخاذي وحانو لقي انتو وانا لخاذي مر مينا وحانو لغسو سيناي إلا مانتنا مبل نلو تلي قلن بإنا نحشينا نغا غير قلبتك إدولاد عن جيرانك نغوم تلي قلن بحتى سبتلتانك قولا لليه عمسان وحاق خالد وين وحاي لأنو حا دولاد وحاي سقود بنا أنا الشخاكو لهين إني سوغلان سيدا كيني يتوكي لولا بما هين إني سوغلان إذا كمد نخلان واي دولاد جارك يا حساسي ذي نغدا عيسو ما كمد نخل كرام بغيث من نبادي لالينا خلواتك عنقرنا يكجرتا لبادي عنا كلا قبل waa yaan kala galatay way madax ee Ethiopia ay keenay kala galay Cornelia Bakara hadaan ku noqono ee ciidamadan Masar oo la soo wada iyo Bakaraha oo markay seen la rabo in la curiyamiyo ma mooda dalka in la rabo dadka in gaajo lagu dilo oo markaasi macnaheey gacmaha ay horsadaan oo la xukumi karo waxa la yiri in shucuuda waxay dhin jirtay shacabka cadaalad ina control shid muufada xariirka ka jira wuxuu cun lahayd u xadid يعني نيكا يوسن دافن طبعا بروتي مالنتي قراع ديسا يوسن دافن ركتك إلى الشعب لكن دولو حاجة هرمور غرسيدة شلينة أو كلمات استاني مركو أركي إني باتين شينيس وحسور ربوعان يونفوم إني وقاتان ميخ بليون وطغانا أدونك مركي سدحمان لوديو قل مال شينة كريه ومونت استان وحسور يونفوم شاتي عبد سبالمو إني كوري جوغان ملح إمجيبه حال أنت الله عنده والله قاسم شرعي شعبي واصل صعري واصل صعري واصل صعري ما تمشي مرس هو جدا حقنا هاي اسمه له حقنا حبله هو حسن زمينه هذا حول حقنا حبله ما هي حسن وتسمين مرك الشعب ما أنت أتباعين قليل درس الملاها هل إلى عدوم كم طال لينك استقولي سيداع وطال وحول بعض الشيء يا مرك استطال أركيا مرك حسن هذا كت لقال إنه اسمه إنه جزيرة عن سيدة جيبوتي وقال لينك عم فدي أما إمارات كجزيرة فدي أما خضر أما بحرين هدول مو يعني الصومالي تاعي يعني حسن واخلدين مركز الصومالي ولي علاش من يسبو حارين بيرك ملح حارين جوجل صومالي له ملف فديسن أنت جوجل فديسي أجنبي يعني وضع جيل أجنبي وحنا وها إسماعيل عمر جيل أجنبي وحنا أنك هل أنت على إسماعيل عمر جيل وها وأتينا بحث دراسة جيل وسوسي بي أنت غاندا وسوسي بي حتى حال وسوسي مور مور فاكان وسوسي federal intan uu sistemi marka Soomaali haday ayay danteed u fadhiisan lahayd markii hore markii dagaal la isdilaawiye idaarada Maylaag waxaan isdilay hadii odayaasha qabaailka hal mar fadhiisan lahayeen ay dhihi lahayn laanka cabsan kitaab aan u soo noqon ni hoori beesana haysta cali ni hoori waxaan aad isla ku xafiin intan isdil hadii wixii ka dambay maxaan u danaa wadanka oo naga badan laakiin hadda ma jirto hadduu waxa uu nin kasto meel u haysta nin kasto cad uu ku dhigan yahay cadkaas in laga ciideeyo mar marka in Soomaalinimo ku jirto waa yar tahay maanta inta Soomaalinimo ku jirti waa dadkan banaanka soo hadla anagu kala meel hada taagan laakiin intii gudaha joogto soo sheegay Cabdiraxmaan xuquuqdii Allaah Muqdisho ka socda gobolada kale waa laga yaabaa in isku dagaan goona degan yihiin laakiin Muqdisho waa meesha dhibaatada taalo way Cornelia adoo raali ah hadii suuqa bakaaraha oo suuqa ugu weyn geeska Afrika ah ganacsigiisi la gubo ama la dhaco xasan sida uu qorsheysan yahay ama si kale macnihi loo boobo maxay noqonaysaa natiijada ummada Soomaaliyeed wal isdil cusub waan
guriyo halis ku dhaca anigu ninka ku xog badan oo dhaca lana baahay ay maanis crime ka badan waay suuqaas hadii la soo afjaro ganacsigaas hadii la soo afjaro oo shakhsiyaad kooban lagu soo reebo oo dawladda ay xukumi karto dhaqaalaha dalka ma laga yaabaa dadka in la xukumi karo mise waa la iscunayaa baad leedahay ma la xukumi karo waa la iscunaa lana waxa waa adiga yaa xukumaysaa yani mushkilada waxa waa dadku farahay kasii baxay maalin maalin ka dambeysa waa taa mukhlis xasan tiyuub naga tag xasan tiyuub naga ba maalin maalin ka dambeysa xaaladda waa sii socotaa ee baahida dadka qaraxa waa sii socda marka hadda haddaysan isgaarin oo la isqabanin waxa waaye arrinta faray ka baxaysaa wa tii caydiida caalimaha hadii ay sameeyeen inay ay soo jeestaan isbilaa mar labaad haddii cusub waxaa laga yaabaa ganacsada eeashan cabdi xataa oo hadal gidir xasan raacay inay habar gidirsooda naftooda abaal u kaashtaan ama murasada u kaashtaan oo ayay naftooda dib loo baabiyo cuquubo cusub bilaabato cuquubo cusub inay bilaabato wamaa min musiibat aad iyo aad walaa taxsaban aladiina tasiib lfitna ladiina camuru qaatar kulli waana waalidiinta kii ka aamusay iyo kii sameeyeyba lanna waxa waa ogteen aqtisaala xalin aad dilin laakiin inta kale waa ka aamuseen laakiin kulli waa laisku guuyo halmar wayamarka meeshan waxaa yaalla waxa waa laakiin corneile suuq bacaad waxaa u badan wacaysle ee boqolkiiba sagaashan iyo shan suuq bacaad ee maarkaysa wuu furan yahay ma aysan xirin shaqada way socotaa balse laakiin suuqan ee soomaalida kale u badan ee habargidirta iyo digli iyo miriflaha lambar kow ay ka yihiin waa kan ma arkaysa fawdada ay ka taagan tahay oo macnihii maalintii saddexaad intaasoo malaayiin oo dollar baa khasaartay oo ma shaqaynin maxaa laga baran karaa suuqaasi bacaad oo furan iyo suuqan oo xiran cadaabugaalka waa khaldin yihin waa taan kuleeyahy macno yani muslimiinta iyo soomaalida adaad ka hadlaysa inay heshiiyaan aad ka hadlaysa waxaana ka mid a abgaalka waa khaldin yihin keligeed inay furaan walaalahooda haddii la qabaan soomaalinimo ay jirto ayagana waa xidi lahaayeen waa khaldan yihiin inay furaan ayaga naftooda lan waxa waaye yani vaalimkay dulmiga ku saacideen vaalim inuu yahay wiilkooda waa ogyihiin waxa ummaddan ku sameyn oo kusoo wadana waa ogyihiin ayagu maxay ula tahay hadday qarxato ina suuq bacad badbaadaya ma badbaadaya wallahi nin walba waxa awoodo mar hadday qarxato waa laisla galaa baxasha sug marka ayaga naftooda suuqa bakaara hadduu baaba'o suuq bacaadna ma macnihi uu baaba ayaa miyaad leedahay waa la hal fakanaay male faninka dabka waa silooda gaara xamur meel maa ka fakasidee sidee buu ku gaaraya ilan annaga beel ahaan hadday dhahaan meeshaana noo xiran suu ku gaaraya iska xirtaan beel ahaan ha iska xirtaan beel ahaan hadday isogeen ha iska xirtaan laakiin ogaaw gacan saddexaada ku jirta meesha oo soo hubaynaysa beel ahaan kale suuq bakaaraha ee hub u duugan yahay ee soo habaynaysa beesha lacag ay ku jirto iyo quraan quraahaan ajalada ay ugu jiraan meeshaan dadaa masaalix kasi biisano waa lasoo hubayna waa laisku imaana waayahay corneile koox keligeed la daayo corneile lacagtan boqolkiiba shan ee la jarayo dabcan dibaddana way saamayn doontaa dadka biilasha soo dira hadday hirgasho jaritaankaasi hormowd way ogolaatay markii hore maxaa yeelay madaxweynaha iyo dowladdiisu xafiis gaar ah biro tax biro ma lahayn shirkadaanna inkastoo furaha soomaaliya ay ku shaqaysanayso oo qabiil gaara uu gacanta ku haayo haddana accountnadu waa private waa sidii bangi oo kale oo macnihii xoolo lagu ammaanaystay waay shilinka bangiga loo dhiibtana dowlad ma maamuli karto oo qofkii iska lahaa ayaa dhihi kara fasax ama iyahay soomaan way hormowd markii hore waxay ogolaatay in dadka shanshanta ay ka jarto laakiin markii dambe ganacsatada soomaaliyeed iyo shacabkaba hormowd albaabkay u istaageen waxay dhaheen lacageenna cash nagu sii waa kaala baxaynaa way ka soo wada baxsadeen shirkadda markay fahamtay inay kici rabtay dhahday anigu xasanow dowladdaada wax ugama jari kara dadka waxaan waa private maxaa laga baran karaa taasi iyadana waxaa laga baran karaa xanuunkaa taabtay marka mar walba haddii sida la yeel lahaa la xanuunji lahaa lana hormood waa kashifaysaa waayo waxaa kusoo baxaya hadday diidaan iskaandada beesha caalamka kusoo baxaysa beesha caalamka nafteedana hormood lacag ay u dhaqdaa ismaaciil cumar geela naftiisa dooro ku leeyahy oo si yiidadka lacagtooda oo xasanow kusoo rogowaya baxasha meeshan waa kuu sheegay waxaa jira arrimo hoos ka socdo dadka maafiyda ayagaa iscuna hoos ay iska cunayan markii xaalka meel ka xumaan rababa waxaa la raadinaa victim qof victim noqdo oo lagu tuuro shabakaas si uu qofkan isaga nadiif u noqdo marka xasan
مو أقول لكن حسن دلو فيكتيم ويه إسماعيل وفيكتيم ويه سيسي وفيكتيم ونحو هذا إن أردوغان فيكتيم ويه أبي أحمد فيكتيم ويه بلاية دنو فيكتيم ويه جيمس سوانو فيكتيم ويه نينكستا حسن وحرب وخصمين كرمان حسن حر مع حسن نفسه لكن شنطان بلع ملع له شنطان وقناصته شنطان وزير ووزير كشاكة البرلمان كان وصخنا نشين برعان وصخي سن سيدة تكوها ماشي تلت ووحبو مدو وخبانين هدو مدو اني دولت تحي وقال دنيا وقود دنبايتي مركا كورنيلي لبسو آلود سارنا كويدين ايا سوق بكارها وكود دمان دونا حال كيسو مع عشورتي ديبي دونان او توسا لوب بلقي ودل ساركا مسيه ولا دحي دونا سوقاسي اما ولا غوبي دونا او ولا عيرتين دونا تاسي وا هل سؤال سؤاشا لباد دغالكان بلن بلي اي او دخاي وحان ديلها او دخاي مريخان اي حبر غدير مخو كو دمان دونا اسغنا او مريخان كا غرونكا لغا قادن دونا مسي و بدباتسن دونا او مريخان كا ادكان دونا حبر غدير بيا غان سرين دونتا لبدا سؤالود mid daartay ku hormar inoo gu soo gabagabey ma tan bakaraha horta di oo diil hoosimaado oo leeyahay in anshurtan dhahiya oo si kalaan wax idin ku siineyna anshurtaas waxaan iyo oo meesha hawiye ku badan yihiin hadii hawiye hawiisim ay raacaan dibi taxta hawiisim uu noqdaan oo anshurtaas hoos idin ka sameeyna umadan kale aan ugu iftiimina oo diil hoos dhaqan هذي دين هو سبع المشي والجوا وابس مثل إيشا وابس مثل إيشا دبكاس نحو جارا إلا سوق أي هذا أقول فديان سوق بعد كان ولا شيء دبكو ملك السوق جارا إلا حمروين وجارا إلا ملك السوق أنا عسكر فين هو جارا هذي أن أسكرت أن كلا صور دحجل ويو إن كي بش عالم فيه قلت الله حتى دبكتيني قرتو حنوم ولا عندنا راح يصنع ماله ما لين سوق بكارا حمر حواي وجي كلا يلا نسلا تن أنوصل نحن إن دجال كان بلان بلان ماشان دجال كان وحلوك عيب وحال روا إلا تجاوي مريحان هو في دعين ما استعمالي دونان مسي وحبي والله الدارات بسيان والله سوق قبل دونان لأن دجال كان دولة ونقطة ما حد صلاة وضو في اللي بنشوف قاوضو جني دنا وضو في خيا وضو رجس البعيس السابق دنا وضو وحال الرباء إلا أركو خبك أي خاتين رير كان بريحان ملصوا بحي دونان أو ذات كان مو استعمالي دونان نسيه واس كنترول أيان أو عربتو هذا فري استعمال أيان خبكاسي وحمكسيين داروت ككالي أو داروت مطشتك ومسحة إستان مركا عبر جديد واسو عرغيسا عبر جديد واسو عرغيسا وانا بلالك عدقال كان عبدي أي داروت بي عبر جديد القراسة شكلا لكن انت غوري غور تحن حور جيد روحان وشيغا ديارة عركو مرتي عن دعو وخبا يعني ورسو عنا يا محا وحاسو عاو جاهلي يدوا ديارة دا كلي ممطل ويو انك عمران إلا كبتورا ميشا مرة قوحيو با وحولاها كعرران هاي تتلي محا كتسي مطار كان وحواكو يلان قرطا يري غور كان لكن ولا لها الدين لقل جيدان كان الدين لقل لما عامل لكن هدي قارتو حوقي حوق مرحبا انت دغالي هانو وا خاصه نمك حق دغن وردع ليرا نمك وردع ان مد اغب واي اسم ديوان marka hadii ay noqoto xasan sheekh inuu u soo kiciyo dadkan si gruubkiisa saadiq joon iyo ismaaciil ismaaciil kan waxaan iyo sheekadan hata laga yaabo inay muuse bi xmeela xarumaha dagaalka intali oo raba inay arkaan ila heerke hubkan daarood wadaageen arintan dagaalkan loo kicin wax way hubkani xaguu ila heerko gaari daruri ma khafsha dan hubkan rumiya ay gooj aadam loo soo gaari kara hubkan hadii kala hubkan dagaalka mu ku baabeyn karna oo habar didir anagu soo biirineyna ciidama kala keenayna maasiley jiin waxa uu keenina mar aha mu ku duuli kara hubka xog maga aga soo dhacsan karna waxaan dhan waa dandaas airportkan airportkan dhan waa dandaas meeshi arinta ku socota waa hubka see loo xilaa xaguusa ku dambeeyay hubkaas marka hadii dadkan waajidoodii ayay dagaal ugu kiciyeen waxaa laga yaabaa hubkaas inuu soo ismu xoogaa hadii la jibiyo laakiin hadday mareexaan iyo nimankan waxay ahayn majirtaankan iyo warsangeli iyo kuwii derbi daarood muxuu ahay sheeg magacooda leelkase hadday iska yaa leelkasihii hadday iskaashtaan oy daarood ahaan isu kaashtaan
لأن حبر قدر كريم وقصود دولو سعبوه حتى عن خوش عيقا ميشان ومافيا حوية سنبولوشا كجيرو جنيا كجيرو سيخيا كجيرو قصن شيخا كجيرو عبد الخجوانا كجيرو عبد الخاد الجامعة كجيرو ضد وحواي قروب إسوطة وجيت كأن كدن بينا وحواي قوب كاس إن ستي سلاحلو إربورة دي إربورة شرم ألدس نصدرال ألدس نخصن ألدسين إربورة كان ما لنا زمان قويتنا مصدره نحسن استعمالها يقنا في أول قديم في نحسن استعمالها مرك أنا لايسين كمش يعني وحي قصوا بحي أن أركتكو أركاي وحي تاي إن لود اللي هاي دارب ميسكو حن صناعي هرسكو إير استعمالها ولي ملكسي أفتيمو ولي دخ دخ يا صوت مسه إيه هوب كان أنتو كذن بي ما بلام بلاو يلا بقود بي بحكي تو بيو بي مريحان ذا حاجة تجنيد ومكي أو إثيوبيا سوديتي أو إثيوبيا سوديتي واقع سوماليا سكون دستي سوماليا سكون جمالو كوسه لكن بيش عالم مكا خيره وحوله الصلاة سيناريو مركب حوالي قطب بنتي إن مصر ماشى لقيه ولا واي صلقي لو هيرقليه مركب هدي لقارو صفر إيجا إن مريحانتي واحد لاشي سينوي وهل لقينا مصر هون كوري هوس هبر قدر هدي هبر قدر لجيه ورون لجيه سندلي مصر لقينا هذيك الكوة جيداً إلى أن مصر محل نجس وقلاية دي كده هو فيو مريحان إيربورو هاستا إن مكاو حياستان دي كده وحيالة ساسة إليه كبير قرطي مويان إليه اللي دقال قال إيربورو وحققاتا إليه إن لقو جيبي أيها حتى دينا حتى نواضيع كرتا إن ذلك كان أو كسو الجيلة حسن إيه جيداً إن مصر هذا لكين أي نفتو دقال لقو دوبة واضيع كرتا إيه السيناري كلاوه سي مصر سنسحل الكوتي ما دنش لأن مصر مو قلا ذب قبل كورد دقان وهذا نسكت دراسة إن فكرة إن مش الإيمان، ودبعتا كإيمان سكون فرت السعنة يجرا. فكر قبل كوا على الرواي إني هرت حواي أي هشيز بو حكويه إن خلاص أنت مال. أدي أدي شركة بترول لما خلاص بيدو، بس كوا غير بيدو واي. أيها بي أبو الله وصخينا أيها دبعتا ما هاي قصور قال إني سويت كم تاجر البركة ما ذكر غير بيدو أي خليك كده وكان مركز الدولة هشيز بلايل في كتاع. لكن مال ذات كده جناه أسبوع هستان أسكري يصور ده قال إنه واحد هو إمانة هي أسير قوري ماله إنه ملاع كلفت أد سكر هذا أسبوع حزق قربان الربان أدي أد بنك هذا ما حد علينا وقتك غالي كورنيلي يشرح هذا قيمة قاله سيدا وكرينا أدي أد بومه سيد دقيستي أشي داود أشي قام قيمه قايل هاو كورنيل كأيو ها استوديها معني إنه جور رماي لحم في عمبو إنه صاري دقال كان ماركي سبلم بلة هبر قدر يا ماركي سام ريحانكا سيدو كلام ماركي سام يعني سوق بكارها ومالين تسدحات لكن جنع ستضيع كلا جبتيه جنع ستضيع قار كوا هبر قدر وحي راعين حسن شيخ محمود بير راعين هذا حوي كوي كلا سومالي دو الله جب حي بلنته ولا الباقات كسيتوس وجرة وحق قباء وين إيج دونا سلام الله عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هي سودو محاكو درسان لهيد أديكنا هذا بلوتوث هذا نقله الليدين أيوة يا هاي إيش أقعد كسوية هاي وفي عيني هاي محاكو درسان لهيد برنامج هذا بحاجة واحد غير هذا متجرو ديار دان لسكوت دي عينه دكتور إلى بورك على لسكوت هاي استوى وأغلقهم وأنا دان دانس لكن س مركا سهنهان وفيريا وحاك الشيغة ومقران تاسكور باغا بحرية سؤال كلمة ايه قبطة انت انا نقوم بودي نحاك اذا حي مايا بوت وبوت وحاك قبطة اوكي مال نور مالي كوهر هل كان نحاك ديجي سنة يلي ما نينكا تلقروا ميتكا كيلينكا لامل قبلاتكا وعب سنة نينكو قادين لابد من ميت بوها بايرا هذا يداني وطور هبا تقول قال تعيوت انو مسخير مذك دينو هبكا ليسكو سمعي اهرين تي باوحا يقول انو قطع اهرين اهلا يا عباي وحا يسويد دي السبب
دوني كل إنه ساس السماعي مركا أنت أنا أقول لابن أودت كي ماشي أنا على سو ويدين بعها فكرة ذا يقص وداعي مركا يعني إسكامودي كرو كوكا حلا كيانا ولس فكرة ذا اسمه شو كيانا سويدي وحيصير هذا ما إمارات كي باوش وفي إلى هذا كذا عن قاعد ما قبسن كرو دتكو ماشي أنا هو بيسن وحر رأينا دتك معيا كسيبت ما أسيجي باوح اللي هذا إذا تشويه وكرا الغطو برا يا مرك وحلو بعيا دتك ولا با كوح وينا معيا وقسيبته والله ويا مرك فرق القعيد كواعي وويتي أحنا تي وح كجرا وحيوير هذا باوح ايضاً بالله كامي او PSF هو ايضاً كي امارات كولي هاي او قالكايا لكامي وحي كوادو اللي يرادو هاي ان مقالادو كوزيه هدا وما قادن كارهو و understandable بركا سيو فيرسد ها وبنا مقالادو امن الدهرد هدي بابا دي ها وعادي بكو وما قادن كارهو لكن سوو حكالو ايجي يادي فاوحي هاي انو يرادي وبكا علوسنا اللي سوو كانو او والديوان قلينا يا ciidan kana lagu darayaa marka meeshaas wax iga soo baxday markii xasan sheekh uu dhahay taadiga ka maqlay oo habeer gidan ku dhahay u kala haya bal tusa waxa la soo dagaalaya qawaarijta meesha ku haya baa dawladda misaayka dawladda markii dib u yiraahday ha waa run oo tani wuxuu yiraahday hubka la haya hal keen waa la diiwaan gelinayaa oo ciidan kana uu kala daray waxay ila noqotay inuu meeshaan size up wax la yiraahdo sameeyo oo isku dayay inuu fiiriyo awoodooda iyo qowdooda marka asagana saas ma maleenayo inuu iska dhaxayo waa wax imaraad ku kala galay marka waxa iswaydiinaya waxa way imaraad ka dhan ka leeyahay waa maxay Ethiopia oo uu sameeyaa sahan ahaan ma asagii baa meeshaan isku dayay inuu isku ballaariyo waa arrin aad u la yaabanahay marka aan mudu waxa leeyahay arrintan bal hada daba garo adi aad buu maasanay walaalka isaga ah ma arkaysay codkiisi waana ka xunahay ma arkaysay ama samacada ama bluetooth ku naga hadlaayo waxa raali garaynaa dhageystayaasha balse laakiin marka xiga waxaan rajaynayaa inuu hagaajin doono su'aal buuna qaba Puntland wuxuu leeyahay dadka hubka in laga dhigo ujeedkoodu waa maxay sheekh maxmuud haddii telefoonka u dhaw yahay oo fasiix u yahay codkiisi waan soo dhaweynina salaamullaahi alayka sheekh maxmuud ee inta ku jirta Soomaaliyeed inta dhageysta doonta ma waa salaam salaam baqoleeyto mana fartan salaamay سلامت وكان قادنا الشيخ محمود ولكن وحان قياسي عدكاغو تليفونك إنو وحير كيرا الدروك سيهي هدي قد أدوان كرتيد وان عاوين لهيد كنا صعو تليو شك ملي مغلا فالغو مغلا يكلي عدسيجين هدي سمين كرتيد ها هان سمين هدي تليفونك معني وحير قد دكت أدوان سكرتيد وان عاوين لهيد أما أفكا كن صعو waa u dhaweysan farta ninka taliye shub la yiraahdo waxaan leeyahay taliye shub oo ilaahay ka cabso khaliqa ahay oo hadii gobolkaaga aad wax u tari karin in ummadii ku soo magacaabtay ama ummadii aad mataleysay oo wax isku darsatay hadii aadan wax tari karin shartaada ka cish oo ha qasin oo ha qubin oo amurtooda dhaxgelin مقدشة كتلسة أو تلية كتهاي أسلوب مقدشة هذا الجو أو بيدا وفرها كلبة حدد إلهي تقاني تقالقة داسا ليه مامل كذا كدحبة ومرا كجرتو أو حيرسو نبا لويا كان برلمان عديسا وحبول باوديسا ولما وجوكتو عما جوكتو ساسا لنا لوكتا كقابسو حدد أولتا جيسد وادول كاقي وادات كاقي وحان لاي كمواطن صومالي أحان نياح أو حتى تلتقي سدوناك وقلت لك إذا باتو كسو عطئينا التراج والبكاس إذا كسو سعودي إسكجرا دافو جي هدي التاس أدو تلتقي نسلاني دادك أقلت لك هدي التاس أي نقويس الشرها وقلت النبي عليه الصلاة والسلام مد واحترف هدي هذا التريك من شرط هذا عيشو أو مد كيش شرط هذا حبيبي horta tali shubsaastan leh ninka lafti gareen waxaan leeyahay walaalkayga madaxweynaha lafti gareen aad baan kaaga xarood sababtoo ah abaad yaani waxyaabo badan ayaa dadan beer suqaysa ayaan dhawayta dhalinyarada aad ka hanaajisay oo
dad ku tuntay dhalinyaradii oo liiday oo dhuftaas ee dadkaas dhan liiday ayaad soo dhaweys boqolkiiba boqol ayaad xuq cas u fadhiisay ayaad yani maaha iyagoo apologize waxba bixinin ayaad noloogt ayaad ummaddu jabisay ayaad dadkii naga qabi jabisay dadkii dadkaaga ay dadkii Soomaaliyeed oo ku jecelay boqolkii 80 digri ayaad galaan u dhacday boqolkii 80 digri ayaad gadaal u xaratay marka li shubad amar qaadinay waa kaasa gabadhiisa sidee welkiisa sidee waa wiil wiil gabar gabar ma maamulkan lagu dhiibay adaa lagu su'aali doonaa kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati nuu muhammad sallallahu alayhi wa sallam qof walba waa ra' waxba la raaciyay waxba maamul looga dhigay waa su'aali doonaa walaw ninka naagtiisa waa su'aali doonaa inisa la su'aali doonaa marka lafta gareen oo 180 digri ayaad galaal u noqot waxaan leeyahay 360 digri kor u soo kac 180 tii hore ha u baxdo 180 waa kaasa kor u bax 360 digri kor u soo noqon leeyahay kor u soo bax waan ugu batay labadaan bari anagu waa ku jecelnahay laakiin dadka adduunyada kugu jecel waxa la yiri aadan ninka ugu jecel adduunyada ama mamuud qofka ugu jecel adduunyada waa ninka do waxaasna waa ku xun tahay waxaasna waa ku san tahay laakiin ninka maato dhan ku amaanay been buu ku sheegay anuu waa ku jecelnahay wixii ku xun inaan ka celinaan kugu jecelnahay oo naga akhbashid wixii san inaan kugu ayidan kugu jecelnahay ama muwaadin Soomaali ahaan marka waxaan ku leeyahay labadaan beri cawaaqaagii waxaa batay in wax xun laga sheegay wax qabanay abadad waxaan ugu wacan dadka garbaha aad gashatay iskana jir oo qaybi qabaa'il badan ayaa maamulka ku hoos jirto digili mirifla oo mirifla baa ugu horeeyaane dadkaasoo dhan oo inaad cadaalad u fashaa waa qaybintu fay adu cadaalad fashaa meel walba adu cadaalad fashaa iska ilaali waxa lagugu ayiday ummadaadu ku ayideen Soomaali weyn kugu jecayshay waxa waaye cadaalada hadii cadaaladdi gadaal aad uga naqatid anaga waa ka lagu baxay kam waddan Soomaaliya maxmuud aan ka lagu baxay laakiin taa cadaaladdu ku taagan tahay nafteedan hura wallahi billahi talaa saddex isii ilaan dhaartay maanta nafsadeed amal ugu xaganay wallahi inaan aqbalaynin marka waxaan ku leeyahay Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen waxyaabaha qaldamay waxyaabaha sax ah allahana kula qabto iskana dib yaani dadkan wada daado dhilifyada oo masiibada kulumaan maanta dhan kulumad wariyaha lagu qoslin qosol been iska ilaali barito ama mulay kaligaaga hortagi doono ma qiyaamadu maalinka la soo joojin doona ma nabigu ciise sallallahu alayhi wasallam maata qaamat qiyaamatu ninkii to samarkii ba qiyaamadiisa gashay nabiga noo sheegay qabriga markii lagu geeyo ima xufratu min xufri aljanna wama xufratu min xufri annar inaa ku noqdo god god jannada kamid ah qabriga uu ku noqdo ima cadaab inuu kugu noqdo oo cadaabta qiyaama kamid ah iska ilaali marka inta ku dhiman ilaahay ka cabso inta maamulkan fuushid ilaahay ka cabso cabasha soo gaartay idaacadda aan ka dhageysanay idaacaddana waa idaacad xaq oo Soomaali oo dhan ay jecelahay ay ku wada xiran tahay loogu cadaalsanay nin walba oo ka hadlo daarood dan wadaag allahumma salli ala muhammad ee hawiye ummadda dhan ay ka hadlaan way oo nin walba ra'yigiisa geesto oo ra'yi wadaagsan la geesto ma ra'yi xun lagama sheego qofna ma lagu qubo qofna ma lagu caayo laakiin runta laga sheega oo la dhaha warniyo waxaasad ku qaldantaa ummadda ka dhac warniyo waxaasad ku saxantaa ku soco marka saasan ku leeyahay haygana raali noqo haddaan xad gudbay laakiin waa ku jecelahay qof aan jecelayaa qofka la jecel yahay ayaa loo sheegaa intiisa nabi yacni maxamed bin khataab raximallahu man hadiya cuyuubi war allaha ka raali noqdo gas aan galay ninka ii soo hadiyeeyo yacni waa iska saxa waay intan adduunyada saaranay subxaanallah yaqi xumaan maaha waa iska saxa hawl hadiya ma noqoto shay ceebaale laakiin wuu weynay fiiri meeshuu gaarsiiyey raximallahu man hadiya cuyuubi ninki iisa hadiyeeyo yacni allah una xariisto yacni markay saxantahay waaba saxantahay buu ogyahay isagu qaldan in laga sheegay laakiin mugoor xaasha haddee qaldantahan wuu isaxa qofka ilan godaa sugaa qofka ha
كل ابن أنثى وإن ضالت سلامته يوما على آلة الحضباء محمول ننكست أحضرت الشيء وناك جيسة عمر جيسة وحو البابا بشبشي برار الدين هكون والعضو النبي تقولي وحو البابا شو بقولت أنا هجارو لكن وحد وقتا ما لنا قربها لصاري دونه شعر أوه حمدوش القليم دونا كل ابن أنثى وإن ضالت سلامته يوما على آلة الحلباء محمول قربها الوقاد دونا أطفتا مركا نيكا كجعلا كناي لفت قرانو وروحانا كخلطان تهي استسح سبحان الله استسح وريزو زاريا نين أو دتكي سو استح داعي ماركي سو مالوين استح داعي ماركي دوحج الملح من حوينين نين استح دوي ودنكي هاي سمالحة لكن هذه هو الولاد له الور السح جعل الوقا وسومالي كوكب جعل دكا كوكبا هواي ماركوغو ساسا كليه أنك لي وحير معني أذورا لي أنا قناع ستر وحان لي وبكارا وما تسدح مالي وحرمته ماشينا كميس أو كتاقنا هذا إلا تين أي ميل مرتو حديد دب أدو قراتان بات كان ليدين سودح قليين دات فشل ودواي أيالينا كل قراد نواليدين تلماد ليدين وحول باد ليدين ما شاء الله تبارك الله بس أهلا متي أنا من الصمالي ذي يعني ولاليين أنا هايو رأيين بانقيسني مرمر كينا بانقوه الرأيبو لكن وحان جعلنا حدان إنا وحشاقنا أم ina wax sheegnaan jacaylnay dadkiini tiin dadkiini annahay waxaan leeyahay maadaama saddex bari idin xirantahay meesha dadkiini fashilinayeen haka yeelina haydin xirnaato meesha ilaa tiina meel marto faradku waa dhow yahay ilaahay idinkii subaan hayna faradku waa dhow yahay alxamdulillaah ah ninka aad ka soo horjeesteen ee dawladda aad ka soo iidaabayaan bambo waxaan meena arki jirin inta ku timid marka anna qaniina boqol soomaa baqti ku afur anna qaniina ha ki bokol ka soomaa laakiin baxti ku afur hana qaniina wax yar idin dhimane waxaas yar adkaantan leeyah waxaas yar adkaasta subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi alcadiim meel wanaagsan aad taagintiin meeshiin ku socda hadii aad dib u noqotiin bas waay marka ha falkan falka socdo waaye adduunka dhan gaalo dhan ka socdo munaafaq xasido dhan ka socdo waaye in soomaali la dabar tiro la dabar gooyo qofkana markii dhuunta laga istaago oo yacni wuxuu la qilaay laga hor istaago markaasaa la dilay ee baabaasha yahuudda waxay isticmaalaan eygaaga gaajo u dil hakaa carab dabalaad laadiye maxaa laga wadaa eygaaga gaajo u dil warkaaga ha adeeco ah xarajeeyo maanta dhan inaad waxun u tuurtid oo laqo ilan gaajo hayse ilan gaajo hayso ha eygaaga faafal yahuud ka yimid waay eygaaga gaajo u dil hakaa carab dabalaad laadiye subxaanallah yaqay ah qofka markii gaafiir cunug dhana wuxuu isku qarxina ama dad dhan u qarxina $20 la sii gaajo u geysanti waa ujeedna $20 wuxuu ku dilooyaa 30 qof 40 qof bal hooyadiis ayeyadiisa laga yaaba inay kamid tahay subxaanallah yaqay marka adkaasta hayeelina meel walbaba waa laydin istaagay maxaa laydin kugu istaagayaa inaad hoggaansantaan laydin baabiiyo ummadda soomaaliyeed la baabiiyo halkii meel ishii u buuqanaysa soomaaliya tiin oo ganacsatada haddii maanta la xiro ganacsatada oo kuwo dabadhaan e ay xamuurta qabtaan dadku waa baabiinayaan cismaan bin cafaan oo 100 neef 100 rati soo rartay ayaa laga hortegiyo abaar xun jirto 100kii rati waa loo tegi gurigiisa loogu tegi cismaan waxaa la yidhi shilinkii shilinaan kuu saarayna mayuu yidhi ka badanaan haystaa labaa lagu saaraa mayuu yidhi ilaa lixa la gaarsiiyey lixa loo saaray mayuu yidhi ganacsatadii isku qaabat waa loo tegi waa cismaan waa adigu runoobaa kugu naqaana shilin diiba lixa lagu saar waa diidanta yaa naga wax badan yaa annaka naga wax badan oo maanta magaalada ku nool ganacsada tidi dhan waa kuu timid xoolahan kuu soo socda 100kii neef oo kuu soo raran oo wax walba kuu soo saarayeen ilan balig abaal adho waxbaa la soo wada ganacsigiisi markaasoo wuxuu yidhi idinka waxaa idinka wax badan boqorka ilaa ilaahay waa kii yiri iyo yirweyn waaxidka caza wajal man jaa bilxasanati falahu cashru amhaliha shili ninkii bixiyo 10 ugu bedelaa xalkii masagu aan bixiyaba 10 oo ilaahay jibaaraa uu yiri marka kulli sadaqayga taayo xataa hal masagu guurigay malaa'igayna 100kii rati markay yeedeen ratigiina dadka xoolaha dhaq geela dhaqdaayaa taano 2 kintaal oo qaadaan maqli aniga ani ma qararanin 2 kintaal oo qaada ahli yar 100 iyo 100 labada dhinac ku kala qaata intaasoo kintaal asarneed marka 200 kintaal asarneed kulli way sadaqay umadii baahidooda baxday
marka ganacsatada saasa umadina ugu arantina loo baahay hadana umadina lagu qabarabo idinku hadda arxan u galoonin laakiin kistaan aan lagu moodayo aad wax keeno siin ilaahay zaqay dadkan ilaahay u baahan yahay dad arxan weeyseen ilaahay u arxamay walla yarham la yarham hadda arxan weeyseen ilaahay dina arxamay laakiin arrahimuni yarhamuhum arrahman laysa say taaganta sheekh mahmud marka aan intaas ku soo gabagabeeyna aadanu sheekh mahmud hal su'aal aan ku weydiinayaa Soomaaliya dawlad kama jirin Soomaaliya 30 sano dawlad kama jirin ee kaabayaal dhaqaalana ma lahan dawladaha marka ay burburaan dhaqaalaha shacabka markuu burburo dawladda ayaa u gurmada meel bay ku xareysa sida hadda Yurub oo kale dadka ayd la qaadanayo waxay ka soo min guriyeen the systemki dagaalkii labaad ee dunida Yurub iyada ku fakan rabtay barnaamijkan ayd ah anagana waa kula daaranay marka Soomaaliya 30 sano wax dawladda ma lahayn kaaba dhaqaale ma jiro xuma jiro waxa lagu moodmooday waxay ahaayeen shirkadahan yaani ganacsiyadan iyo dadkan dibada wax ka soo diraya hadii kuwaasi la baabiyo dalkeena aanu lahayn dawlad kaabe dhaqaale Soomaaliya iyo dadka ku nool maxay noqon doonaan maalin maxayna qana waxaan hadda sheegnay in qanaayaan dadkan umad ka naxdo boqol jeer aan sheegnay Allah u soo saaro umad ka naxdo meesha ma joogto baarlamaan ka naxma joogo madaxweyne ka naxma joogo fiisul jaar ka naxma joogo wasiir ka naxma joogan bal dadkoodii abu ku dhax jiray buu naxeynin baad may ku naxayaan dadka waxan qaribooyo wax walba way la socdaan dadkan dad meel kale ka socda waay ilaahay ha noogaga arxamo boqol maran ilaahay barinay ka harimeynayna baryeyna ila aan ka dhimano ilaahay adcuuni astajib lakum baryo yiro idin ajiiba 24 waa soo socota haddaba nasri ay yimid waa kaas madaxweynihii lagu banaan baxay oo liir kuma rabno kuma rabno weli ma maqlin intaasan soo jiray madaxweyne maxamed siyaad jabaadaha ku kacay laakiin gudaha lagama dhihin kuwa wax ku nacay waa jacleen runa la rabaa isbitaalan haysan waxbarasho wax kastaan haysan tuuga ku kacday tuugo ayaa ku kacday maamulkiisa gadaalii dambe iska la ciifay taasoo wax noogu jiray saasan ku ugu nooleen nabadgeli aan ku haysan markii nala kharibay ee jabadaas kharibo laguma banaan hadda maxaa dhacay marka maxaa dhacay korneelku waxaan ka maqlay korneelku waxaan ka maqlay qaar Allah siiye inuu dhahay madaxweynuhu garaad darar ma haysto war madaxweynaha garaad darar ma haysto korneele waa ku jecel wallahi billahi tallahi kelmada marka soo gashid min awal ila aakhir aan dhageystaa hadan baxay uu dheeraa dhagaan jidka la baxaa marka ku jirtay tanadii kisalaani dad badani yuusuf wadani aan dhageystaa haddays madaxweynuhu ma haysa sidaas ma haysato garaad darro ma haysato afar sanan wax waa soo haayay haddana garaashiisa la maray wixii la qabtay waa argay kadib laakiin madaxweynuhu tiisa wacad iyo shan qof oo hoostiisa joogto dadkiisa u ka dhigtay taas un baa wacad wixii ka soo haray waa la qooyaa waa la qooyaa abgaalkii la qooyaa intii kale ku soo hartay laftiis wixii ka soo haray oo la qooyaa garaad darro ma hayso iimaan daraa timid meesha marka waxaan ku soo gabagabeynaa ganacsataa dad wiibada dukaankii dego oo dhaqaaqda dukaamo badanaa la xiray fakriya yimid oo kuwii dharka ahay kulli dukaamadii la xiray dawladdu yacni magdhow waxbay siisay ilaa cashuuraha laga qaadi jiray waa kuwada noolnay dukaan kastoo la xiray ninkiisi intaasoo bilood laga lagu lahaaday waa laga dhaafay waa dawladdu waxbay shakhsiya dar wax gataa laayo meelaha gumaayo yacni sakan hankaasoo dadkii cadaankii kulli wax ka gadanayaa dar cusub wax gadanayo waa yaraaday fakri adduunyadi ka kacay soomaali marka iska masaakiino intaasoo aa la rabaa in la sii baabiiyo wardakada macalinka haddii inta uu sheegay wallaahi inaan hal kelmad aanan ka geyninayn maalin qiyaama ilaahay joojinaya inti dekada uu ka sheeg waa ku sadaqsan waa runtiis yacni dad ogba u soo sheeg oon gudahaas ku warami karin bal intaas gaari lagu cadday ummaddii loo geeyey maxay gada karaanbo usta waxa dhamaadaan maaha ummadda ilaahu weyno waaxido adigaa boqore ilaahu weyno waaxido adigaa boqore annagu waaba iska nool nahay gaalo baan ku dhex jirnay laakiin waa iska nool nolosha xaggee dhibaato ka lanahay satee ilaahu ummaddaas masaakiinta soomaaliyeed oo masaakiinta rabbigeedo 30 sano dhibaatadaas ku jirto ilaahu arxam ilaahu arxam ilaahu adigaa caadileh u arxam adigaa boqore ilaahu inta wanaagooda wado ilaahu inta wanaagooda wado ilaahu u arxam oo la qabo oo qaarkoodna tabardarra haysato tabardarradaas waa ka bixi doona ilaahu u arxam oo ilaahu weyno waaxido adigaa boqore idaacaddan aadan ingiriis wariyaha uu noogaga yahay inta kaamiramaanka wax kastoo idaacaddan inta ka shaqayso inta ku lug leh
كشفيس لو المفروض نارك كوري إذا أولاد هذا لقبه إذا هو وين أي صومالي أو هيسا إذا حداني إذا هو وين واحد أمدان فيروس كوكوسو فوريس أفر إلى باطن كالساع أورد إذا حدان إني حيران إذا هو قعمها أي فيروس كوكوسفرايان كوشتينايا إذا هو هدين كسولابين كدات ربي لباتو وكغريت أضع بغوري ربي هذا كابري هذا خالق البشر أضع بغوري يا ربي إذا هو كدات haday ka soo laabtaa waa ka soo laabteen ninka soo gafgalo ka soo laabtii ilaa waa jecel yahay ka soo laabtan ilaa hadda dhaafan waa bay dhaafeen bo saasan rajayna haday dhaafeen haday ku wadwadiin haday ku gudaa oo dalkeen ee Soomaaliyeen haday ku ajnabi la soo kiritiin ilaa gacna ay fayrs ku furaa ilaa gacna as ka qabo fariisi rabbiga yow gacan dambeyna kor u qaadid adiga ka hore ilaahu weynow Soomaalida soo jiidayso weynow waaxdo soo jiidayso Soomaali oo jecel Soomaali inay midoobaan oo isu soo noqdaan iswalaashtaan oo inta jecel ilaahu u gargaar adiga khaliqul bashar ah inta Soomaali inay dib kan ka baxday inta jecel ilaahu u gargaar dabar ay joogan dibad ka joogan ajnabi ha noqdaan inta jecel ilaahu inta aan jecelan oo Soomaali rabti inay kala geeyaan isku diraan maanta dambe ka dhaxaasan baahi u dilaan dulqooda gadaan gabdhaha gadaan بلايو دان كتليان إلهو نغدعص إلهو أدان كاتوغن إلهو نغدعص إلهو نغدعص وينو واحد إلهو شرط أي صوّد فعلي إلهو فعلي إلهو فعلي إلهو انت وناك صوّدني إلهو لقو إلهو انت هد كتاق وناك إلهو لقو إلهو انت صوّد لقو إلهو انت شرط كتاق هد نغقب إلهو انت صوّد نغقب إلهو وينو واحد صمال ميل كستو جوكتب إلهو بقود برعان اسكو مرس إله بقول بعض السمر إله بقول بعض السمر إله وينه وعطى لقول بشرو إله الصمال كوي استعلاد اسم الله السماتي إله إله نصيعي إله تاس نصيعي وينه واحد إله تاس نصيعي إله وناجين انت رب وقرجع إله المانتين انت ودنا إله نقد حص إله ولا نين فلسطين وقرجع إله استكاد القات انت قصو دو شيء إله رجعي تفرار قدامي ilaahu inta ka dhimatay kun xariiso oo kuwa anaga naga dhintay una xariiso dagaalada noogaga dhintay noogaga dhintay askartii la dhameeyay ilaahu kuwa naga dhaawacan noogu boogaday ilaahu walaalayna falastiin inta ka dhaawacan u boogaday ilaahu kooma inta kooma on kooga qaad ilaahu inta ka gaajays gaajada ka qaad ilaahu inta guriga laanta haysta guriga laanta ka qaad ilaahu weynow waaxdu barsamadkooda igan u soo cil ilaahu dawlad caadil u dhali ilaahu كويس ولاستيغا إلهو كاتبين واحد إلهو أدغا عادله مسلم كمال كستوجو إلهو غان ودا جيرتا كاد إلهو قلب ودا جيرتا كاد إلهو لغ ودا جيرتا كاد إلهو غان ودا جيرتا كاد إلهو أدغا قال لو بشره إلهو رب الانت نغا قاد تومالي ولا سو عبادي غبل دي وا عبادي إلهو رب الانت نغا قاد إلهو رب نسي رب كاد مركز نسي سيدنا رب امد ان ديبن إلهو كاد بلد إبادي ما عندي بينه لو دوك شدو إلى بلد كان لو قبل شدو بادي أنا بيراه يكون بحان